عندما نتحدث عن سويسرا تقفز أمامنا صور كثيرة، الساعات، الشوكولا، الحياد السياسي، لكن الصورة الأكثر غموضاً هي وبلا شك البنوك السويسرية. من الصعب أن تجد مصارف يوثق بها بقدر الثقة التي تتمتع بها المصارف السويسرية، فهي رمز للسرية ومحط انتقادات واسعة بأنها تساهم في التهرب الضريبي، مع أن هناك من يقول بأن عهد السرية السويسرية انتهى. إلى التفاصيل. سويسرا عرفت بسرية مصاريفها منذ القرن الثامن عشر. انتهاك تلك السرية آنذاك كان تهمة تناقش في المحاكم المدنية وليس الجنائية. في بداية القرن العشرين، دول أوروبية كثيرة رفعت الضرائب على أثريائها. حسب جامعة أوكسفورد، مصارف سويسرا رأت في ذلك فرصة لاستقطاب أموال أولئك الأثرياء الذين يريدون تفادي دفع ضرائب اعتبروها عالية. سويسرا لم تعتبر مركزاً مالياً مثل لندن آنذاك، لكن في الحرب العالمية الأولى تدفقت أموال أكثر من أوروبيين إلى سويسرا المحايدة. لكن في السنوات التي تلت شهدت البلاد أزمات مصرفية، وأسست الحكومة لسن قانون مصرفي لحماية القطاع حسب جامعة أوكسفورد. البنوك انتقدت القانون خوفاً من أن يهدف إلى النظر في سجلاتهم. لطمأنتهم أضيف بند يحمي السرية المصرفية. أساس ميثاق السرية المصرفية السويسرية والثقة التي يعرف بها القطاع المصرفي السويسري هو المادة 47 من قانون المصارف لعام 1934، الذي يعتبر تراكماً لمئات السنوات من التقاليد المتعلقة بالسرية المصرفية. بموجب القانون، أصبح كشف المصارف أو موظفيها عن هويات أصحاب الحسابات جريمة جنائية. القانون يمنع البنوك السويسرية من مشاركة أي معلومات تتعلق بحسابات عملائها مع أي جهة، بما في ذلك السلطات الضريبية والحكومات الأجنبية وحتى السلطات السويسرية، إلا عند تلقي مذكرة استدعاء من قاض سويسري في حال حصول عمل إجرامي. ورغم أن القانون لم يؤسس لالتفاف المودعين على قوانين بلدانهم المالية أو تهربهم الضريبي، بل لحماية أموالهم، قانون المصارف عزز مكانة سويسرا كملاذ ضريبي رئيسي للأجانب. السرية المصرفية السويسرية ذهبت حتى إفادة مصادر باستخدام بعض البنوك السويسرية مخازن سرية محفورة في جبال الألب أو تحت الأرض لتخزين معادن ثمينة مثل الذهب والألماس ومقتنيات ثمينة أخرى للعملاء. لكن المصارف السويسرية ليست مجرد أمكنة لركن الأموال، بل هي من أهم اللاعبين في إدارة الثروات، ولذلك أصبحت الثقة بالقطاع المصرفي السويسري معززة باستقرار النظام السياسي في البلاد وحياده بعيداً عن الحروب وقوة العملة المحلية المدعومة بالذهب أمام الدولار الأمريكي. طبعاً عدل قانون السرية المصرفية مراراً، أحياناً لزيادة حماية العملاء، وأحياناً بسبب مشاكل قانونية تعرضت لها بعض المصارف مثل عملها بشكل مباشر لمساعدة عملائها على التهرب من الضرائب. لكن رغم التعديلات بقيت مصارف البلاد تعمل بسرية عالية. It protects privacy, but in no way, and I may underline in no way, does it protect tax fraud. Le secret bancaire suisse protège effectivement la confidentialité des clients. Je pense que ce qui encourage l'évasion fiscale, ce sont plutôt des systèmes qui sont peut-être pas très bien pensés. القطاع المصرفي مهم للغاية للاقتصاد السويسري، لكنه عرضة للانتقادات والاتهامات بأنه يحمي أموالاً مهربة ويشجع على التهرب من الضرائب، وفرضت عليه بعض التغييرات بسبب ضغوطات من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، ولتجنب إدراجها على القائمة السوداء من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اضطرت بعض المصارف إلى الإفصاح عن أسماء أصحاب بعض الحسابات، كما وافقت الحكومة السويسرية على تخفيف بعض قوانين السرية ومشاركة المزيد من المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي مع السلطات الأجنبية. هناك أقلية من السياسيين والأكاديميين السويسريين
يدعونا إلى المزيد من الشفافية وأن عهد السرية قد انتهى بسبب قانون فاتكا الأمريكي الذي يطالب جميع المؤسسات المالية غير الأمريكية بالإفصاح عن عملائهم الأمريكيين. لكن حسب تقرير لشبكة العدالة الضريبية، القانون الأمريكي وقوانين أخرى مشابهة له مليئة بالثغرات القانونية التي يمكن استغلالها لحماية المودعين في سويسرا والإبقاء على سرية حساباتهم. وهل يمكن لسويسرا أن تخاطر بقطاعها المالي؟ حسب المصرف المركزي السويسري، هناك 243 مصرفاً في البلاد. جمعية المصرفيين السويسريين تقدر إجمالي القيمة المضافة إلى الاقتصاد من القطاع المالي السويسري ب 109 مليارات دولار، ما يمثل قرابة 13% من اقتصاد البلاد، وهو مسؤول عن 10% من إنتاجية سويسرا الاقتصادية. من 1996 حتى 2016 مثل القطاع أكثر من 16% من النمو الاقتصادي السويسري حسب مركز باك للأبحاث. جمعية المصرفيين السويسريين أيضاً قدرت في 2018 بأن مصارف سويسرا تحمل أصولاً بقيمة 6.5 تريليون دولار، ما يساوي 25% من مجموع الأصول العالمية العابرة للحدود. لا بل ومصارف سويسرا توظف ما لا يقل عن 230 ألف شخص، أي 5% من القوى العاملة في البلاد. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on puisse abolir le secret bancaire. Pourquoi? C'est devenu, ça fait partie de notre attitude sociale, de notre attitude de mentalité de notre pays. C'est la protection de privacy. قد يقول البعض إن زمن السرية المصرفية في سويسرا قد انتهى، لكن سويسرا لا تزال وجهة مالية أساسية في أوروبا تعرف بسريتها. سمعة لن تختفي في وقت قريب. إلى اللقاء.